ثلاثة الأمور تتعلق بالنظام الداخلي. جوج الوزراء الله يشافيهم اعتذروا على الحضور وعوضوا بوزيرين. حنا ما فخبرناش. كان خصو يتم التشاور معنا حول واش نبدلوا السؤال ديالنا معاهم، لأنهم كانوا معتذرين في الأسبوع الماضي. وهذا فيه خرق النظام الداخلي. جوج سيد رئيس، المادة 152 كل مرة كنقولوا أودي هذا الشيء اللي كيدير المكتب غير معقول وغير معقول وغير معقول، لا ينسجم مع لا الدستور والنظام الداخلي. ثلاثة السيد الرئيس، إذا كانت الحكومات بقات تجاوبنا السبت والحد مرة من الدار البيضاء ومرة من أكادير ما عندنا حتى مشكل. وكيقول لك خص الديمقراطية تكون في المؤسسات. السيد الرئيس هي خليني نكمل هذه لأن عندها علاقة خير. بالموضوع السيد، عندها علاقة بالنظام الداخلي. هذه منذ 2022 ولجنة موضوعاتية حول المخطط المغرب الأخضر لم يتم تفعيلها، وهذه مسؤولية الرئيس ومسؤولية شكرا. المكتب شكرا. شكرا سيد الرئيس. المنتدى دخول آخر، تفضل. شكرا سيد الرئيس. أعتقد أنه دائما غنبقاو نرجعوا لهذه النقطة ديال غياب أعضاء الحكومة عن جلسات البرلمان، لكن ما وقع مؤخرا بخروج أعضاء الحكومة عبر كبسولات يقدمون من خلالها حصيلة مقابل الغياب عن الحضور داخل هذه الجلسات يطرح أكثر من سؤال حول عدم قدرة هؤلاء عن تحمل مسؤوليتهم أمام العمل البرلماني وفي إطار مراقبتهم من طرف السيدات والسادة النواب. لذا نلح ونقول ونؤكد على أن المكان المناسب لتقديم الكبسولات والجواب على الأسئلة وتقديم المعطيات لا للسادة النواب ولا للمواطنين هو المؤسسة الشيعية. وشكرا. شكرا. سيتويزي، فيما يخص غياب وحضور الوزراء فالنظام الداخلي مجلس النواب فهو كيثبت هذا الموضوع. إذن الموضوع تغير الوزارة إذا كان مرض أو كان هذا شيء معروف، إذا ما كاينش نتذكروا فيه ما كاينش جواب تحت أنا كنهضر كما هضرتي كنهضر حنا. وبالتالي فغياب الوزراء يكون يضبطه النظام الداخلي للمجلس. فإذا كان الوزير مريض أو لا في عملية مع جلالة الملك أو في الخارج، وكذلك اسمح لي راه ما غاتسكتني يا جاسي، ما غاتسكتنيش انا كنهضر انا اتكلم مع الرئيس سي تويزي، انا اتكلم مع الرئيس انا لا يمكن ما غاديش يتحكم ليا فيما اريد ان اقوله للرئيس. انا اتوجه للرئيس وما شغلكش، انا كنتوجه للرئيس ما كنجاوبكش. لا جاوبك ولا كلامك انا كندوز من هنا، كلامك لا اعير الاهتمام. لا ما كان لا السادة النواب شكرا. صافا انا غنجاوب ودوي. سيدات السادة النواب، السادة النواب، السيد الرئيس سيد الرئيس، آسي عبد الله، السادة النواب، الله يجازيكم. سي تويزي، تفضل سيد الرئيس. سيد الرئيس، كما كنقول دائما يمكن ان نتفق ويمكن ان نختلف، ولكن اللي ما يمكنش نختلفوا عليه هو صون وقار وهيبه هذه المؤسسه. طبعا لما كتخاض واحد النقطه ديال النظام غالبا كتكون في اطار التسيير،
حنا اللي كنعاتبوا هي كاين اما كيكون ناطق رسمي للحكومه يمكن يجاوب يمكن الرئيس يجاوب، ولكن ملي كيوليو النواب كيجاوبوا على الغياب ديال الحكومه وكيبرروه لا ما يمكنش ما يمكنش ما يمكنش، هذا خرق هذا خرق النظام الداخلي، ما يمكنش وخل ما يمكنش ما يمكنش ما يمكنش ما يمكنش خليه ما يمكنش. امين عام انا كنهضر معاك هنا كنائب الامه، الامناء العامون ماشي كلهم في هذه القبه، انا كنهضر معاك كنائب الامه، وما عندكش الحق تدخل في هذا الشيء، ما تدافعش ما تعلم على اسمح لي كيفاش تحتار هالعبث هالبهدله هذه المؤسسه، ها النماذج اللي كيبهدلوا البرلمان، ها النماذج اللي كيبهدلوا العمل البرلماني والمؤسساتي، هالعبث سيد الرئيس خاصك تحمل مسؤوليتك، نقطة نظام انت فاش كتوجه لك غتجاوب انت، ولكن فاش كيوليو نواب كيوليو كيجاوبوا على الحكومة راه كنتلفوا ما كنعرفوا من نواب العمر. صافي سي وزين الرئيس سيد الرئيس سيد الرئيس سيد الرئيس سيد الرئيس سيد الرئيس سيد الرئيس الاخوان هذا لا يشرف طريقه باش كنديو لا تشرف، اعطينا الكلمه لكل واحد في الحدود ديالو وغنتفاعلوا مع الاجوبه ديالكم وعلى المداخلات ديالكم، ولكن ماشي بهذه الصوره.